كورة بلس بيكشف ايه المركز اللي بريرة طلب من ادارة نادي الزمالك تدعيمه قبل انتهاء الميركاتو الصيفي. طبعا الميركاتو الصيفي زي ما احنا عارفين هينتهي خلال الايام المقبلة بيوم 10 اكتوبر، والخبر بيقول طلب الجهاز الفني للفريق الاول بنادي الزمالك بقيادة طبعا المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا من ادارة الكرة التعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنه لا يوجد بديل للسنغالي إبراهيم نداي صفقة الزمالك الجديدة. الزمالك حاول ضم طبعا مصطفى شلبي جناح فريق إنبي في الفترة الحالية، زي ما سمعنا أخبار كتير واتكتب عندنا في كورة بلس من زملائنا ومصادرهم إن المغالاة في سعر اللاعب من قبل إدارة نادي إنبي هو ما عرقل الاتفاق حتى الآن.